هل الكلب نجس؟ نجاسة الكلب في لعابه ليست نجاسة الكلب في شعره أو في جلده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أو 8 مرات على الاختلاف في الرواية، إحداهن بالتراب. فالولوغ هو تحريك اللسان في المائع، في المائع، لكن لمس شعر الكلب أو جلد الكلب أو ذيل الكلب الإنسان لا يسبب له نجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم.